عدنا معكم مشاهدينا الكرام في ساعة ثانية للرأي الحر لهذه الليلة 17 من ديسمبر كانون الأول 2011. محمد البوعزيزي بائع متجول على عربة خضار يحرق نفسه احتجاجا على إجراء على سلوك اتخذه مسؤول في محافظة الولاية يعني في منطقة سيدي بوزيد، ومن هناك تنطلق شرارة ثورة الحرية والكرامة التي بعد ذلك شكلت انعطافة تاريخية في تاريخ العربي الحديث، وأصبحنا نتحدث عن ثورات الربيع العربي تونس مصر ليبيا سوريا اليمن، وبعد 11 سنة انتكاسات عديدة وقوى الردة استرجعت مواقعها وانقلابات ومآسي. وفي تونس في 25 من يوليو تموز 2021 قيس سعيد وإجراءاته التي عطلت الحياة الدستورية، حلت البرلمان والحكومة وأوقفت المسار الديمقراطي، وعد ما قام بقيس سعيد انقلاب. تونس اليوم 17 من ديسمبر 2022 انتخابات تشريعية، أول انتخابات بعد إقرار دستور قيس سعيد في 25 من يوليو تموز 2022، انتخابات بأمر رئاسي وبقانون قيس سعيد، انتخابات بهيئة عينها قيس سعيد، انتخابات بشروط وضعها قيس سعيد للمترشحين. سنجد في آخر الأمر برلمان قيس سعيد. ماذا تبقى من ثورة الحرية والكرامة؟ هذا التزامن بين الانتخابات وذكرى انطلاق الثورة. وصلنا للتعليق الآن أن قيس سعيد قد حاول السطو على هذه الذكرى، ذكرى انطلاق الثورة، هل نجح أم أن الذكرى التي تزامنت اليوم على الانتخابات قد كشفت بأن ما قام به قيس سعيد هو انقلاب صريح ولا يمكن أن يجد أي مشروعية، وفقد لكل أهلية أخلاقية ليكون رئيسا للجمهورية كما أقرأ في هذا التعليق. معنا عبر سكايب الأستاذ الأمين البوعزيزي الباحث والمحلل السياسي والناشط في حراك مقاومة الانقلاب. أستاذ الأمين أهلا بك، ويعني أنا أعرف مدى حميمية ارتباطك بهذه الذكرى، وأسمح لنفسي أن أهنئك وأهني من خلالك كل أحرار تونس كل ثورة وأنتم فرحانين. أستاذ الأمين مرحبا أخي محمد، تحية ليك أخي، تحية ليك على هذه الدعوة. وفعلا في هذه الذكرى، فعلا يعني الذكرى العزيزة كما كنتم تعددون، يعني معناها تقريبا بدأت مغامرة أو صوتا احتجاجيا محليا سرعان ما تحول إلى حالة عربية عارمة، حتى لا نقول أستاذ أنه صرخة تحولت إلى فعل كثرة تنظيرات أخرى، أن العرب لا يثورون ضد الاستبداد، أن العرب لا يثورون ضد النظم الفاسدة، العرب لا يهتفون لصالح الديمقراطية، وتم تسفيه كل ذلك رغما عن الحصاد المر يعني هذه الأيام أو هذه السنين الأخيرة كما كنتم تعددون أستاذ محمد. لكن أخي فعلا خليني أقول لك أخي، يعني هذا الصباح أستاذي، هذا الصباح يعني في مدينة سيدي بوزيد على مدار 10 سنوات، بغض النظر عن يعني ما يمكن أن نمارسه أستاذ مما نسموه نقد ذاتي، لكن يعني أقسم بالله أخي الشارع على مدار 10 سنوات كنت تجد فيه الناس يأتون طوعا إلى يعني الشارع، وهذا جيد بعد عقود من حشد الناس والتعبئة غير الطوعية، يعني التعبئة السلطوية، لكن على مدار 10 سنوات كنا نرى الناس يأتون طوعا إلى الشارع في ذكرى يرون فيها وجوههم، يعني خليني معنا أقول هذا الكلام. هذا الصباح أستاذ الشارع مقفر، لا أحد باستثناء أقول لك نكون متفائل ونتحدها أخي، نكون متفائل نقول لك عشرات، لا أقل من يعني عشرات بخطاب سلطوي، والله العظيم أيام 7 نوفمبر وأيام برقيبة أرحم يعني من درجة الانحطاط التي نراها معناها هذا الصباح، وهذا
يحسب للمدينة وللبلاد أن هناك هجران ومقاطعة فعلية ل يعني مسرحيات قيس سعيد أو مشاركته هذا أقول لك أستاذي مش هذا الانقلاب يعني هذا السطو كما كنتم تقولون أخي معش نجم نزيد بعدك يعني كلام السطو لا أخلاقي على ذكرى لم يكن لقيس سعيد شرف المساهمة فيها ولو بصوت وحيد لم يكن لقيس سعيد شرف المراكمة لما حدث منذ 10 أو 12 سنة في هذه يعني البلاد بأي حق بأي أخلاق بأي سلطة بأي يعني وجه كما يعني يقال أنه يصبح رئيس يقسم على القرآن بفضل يعني دستور مكنه من أن يصبح رئيس ينقلب على كل شيء ولم تبق له إلا هذا اليوم أيضا ليسطو عليه وينظم انتخاباته حتى لا أقول لك فانتازماته لكن يأتي الجواب يأتي الرد الرادع من شعب تونس رغم كل العبث إلا أنهم صفعوه ولم يشاركوا في مهزلته لم يشاركوا في فانتازماته وقالوا له يعني وقالوا له بمقاطعة صامتة من أنت هذه الصرخة التي ربما قالها بعض الدكتاتوريين يعني العرب لكن التونسيون اليوم مرة أخرى يقولون لقيس سعيد لست منا لا نعرفك من أنت انهزم أخي نعم ممكن أخيرا تابعتم الدكتور أيمن مغالمي يعزف يعني بغير ما يقول الناس والعرب عموما معناها أخيرا الإطاحة بالديمقراطية يعني في تونس وعربيا قال أنا في تونس لست محتار كيف سقطت الديمقراطية أنا محتار كيف صمدت الديمقراطية على مدار 10 سنوات في تونس وأطيح بها لأنه موضوعيا كان ولا بد من الإطاحة بها سنة 2013 سقطت المؤسسات اللي أرستها الثورات في تونس لكن لم تسقط قيمة الحرية لم تسقط قيمة طيب أستاذ أمين أنا في هذه النقطة دعني أتفاعل معك أنت قلت كيف صمدت أو قال نقلا عن صديقنا أيمن بوغانمي كيف صمدت الديمقراطية لعشر سنوات يعني دعني يعني أعقب على ذلك هل الديمقراطية كروح والديمقراطيون لهم القدرة على المقاومة الآن الصمود صمدت المقاومة وإثبات هذا الخيار والديمقراطية هناك عنوان ولكن هنا نتحدث عن الحريات ونتحدث عن النضال لأن كلمة نضال في تونس تم تفريخها من معناها إلى حد ترذيلها فالآن هل الشارع السياسي الآن شارع مقاوم ومناضل ويستطيع أن يتحول إلى رافعة للشعب يشبهه ويشبهونهم نعم أستاذي العلامات وما كنتم تقولون أن يعني رغم أنه أطاح بكل المؤسسات الجنينية المعبرة أن البلد خرجت من حكم يعني استبداد إلى ملامح حريات فيها الحاكم موظفا يختاره الناس فيها الحاكم يخشى شعبه شكليا كل شيء أطيح به في تونس لكن ما لم يطح به في تونس ويعني وأقول لك أخي محمد يعني هذا اشتغلوا عليه بشكل كبير يعني تخويف الناس والعودة إلى أن الحاكم يخيف الناس الناس يخافون الحاكم هذا ما لم يستطع قيس يعني سعيد أن يفل في هذا الجدار يعني بمقدار ضربة كما يقال يعني معناها سنتيمترات الناس قاوموه كما لاحظتم على مدار عام ويعني شهور بدأوا ودائما أقول التونسيون أكبر أمر يقاومون به انقلاب قيس سعيد الربط الشعب والدعي هو السخرية منه يعني أكبر أمر ترذيل هو حاول ترذيل الثورة وترذيل الديمقراطية فقابله التونسيون بترذيل قيس سعيد وانقلابه التونسيون بالنسبة لهم هذا يعني ضحكة يسخرون منه لا يعبؤون به هذا الأمر يعني تقريبا أهم ما يعانيه قيس سعيد هو هذه العزلة في الاعتراف الشعبي التونسيون
ويمروا قدامكم أستاذ وكل يعني زملائكم، أهم منبر تحاول تشوف به التوانسة هو ما يعرف بالفيسبوك. يعني في الفيسبوك أكثر أمر حوصر به انقلاب قيس سعيد هو السخرية اللاذعة، هو يهدد أكثر والتونسيون يعني يسخرون منه أكثر. أهم قيمة لم يطح بها هي قيمة الحرية وقيمة الشجاعة، وأن الناس ما خافوش. بالتالي الناس ما خافوش، انتصر بالدبابة إلى حين، لكن ما نجمش ينقل مشاعر الخوف إلى نفوس التونسيين. هو اللي مازال خايف، كان يدور وكان يمشي يعني كومكوا إلى الجوامع ويقابل يعني الناس، فأصبح مزعوجا ورجع كأي دكتاتور يعمل كورتاج بتاع 50 سيارة بالمليارات باش يتنقل بضع كيلومترات. طيب أستاذ لمين، بعد 11 سنة حرية والكرامة، يعني هذه الثورة التي تبنت خيار وجعلت لنفسها أولويات، تثبيت واقع الحريات، إرساء مؤسسات دستورية، وأيضا ترسيخ الممارسة الديمقراطية في تونس، جاء 25 يوليو تموز وتقريبا نسف إلى حد كبير هذا المسار. ولكن عند التونسي في الشارع، أنت قلت التونسي ممكن حاصرته الدبابة بين أو فصلت الدبابة بينه وبين البرلمان، ولكن لم تحاصر حريته ولم تجعله يعني يعود إلى مربع الخوف. ولكن الأولويات، التونسي الآن في 2011 من جملة أولوياته الحرية، من جملة أولوياته التخلص من بن علي، من جملة أولوياته التخلص من منظومة حكمت أكثر من 20 سنة. أولويات التونسي اليوم ما هي بعد 11 سنة من انطلاق الثورة في تونس؟ طبيعي جدا أستاذ محمد، كما قلت أخي، يعني التونسيون عندما رفعوا شعار سواليزون خبز وماء وبن علي لا أو ارحل، أو يعني تلك الشعارات اللي تقول أنت فيها يعني حد قصوي من التعبير عن استعدادهم أنهم يضحوا بكل شيء. أول ما تم استهداف يعني هذا الأمر في تونس هو الدخول في تجويع يعني الناس. الـ اليوم إذا ترى أن سقف التوانسة أصبح الحصول على باكو حليب أو على أنبوب يعني ما يعرف بقارورة غاز يعني المنزلي في تونس، أو كيلو سكر، أو يعني تقريبا حالة معناها تجويع معناها بالكامل. لكن أخي محمد، رغم هذا التجويع ورغم النزول بتونس إلى سقف الحاج اليومي يعني تقريب وإغراقه في معناها مسائل مطلبية، يعني كما يقال دائما أستاذ، هي ليست مطالب، هي حق، يعني حق العيش الكريم معناها تم استهداف التونسي فيها. لكن وقيس سعيد خدم جدا ويجيد أن يستغل كل هذا الأمر لترذيل السياسة، لترذيل السياسيين. هل انخرط التونسيون معه في هذا؟ بالأكيد لا. أنا ديما نقول أمر أخي، التوانسة لما يحنوا مثلا إلى فترة بن علي يقول لك إحنا كنا لباس على الأقل، يعني على الأقل تقول أنت الجمهور العادي اللي ما ينشطش في السياسة، اللي نجم ما يمسش حاجة اسمها يعني استبداد، يقول لك لكن معناها اليوم لا. نعم، إذا 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 فشلت الثورة أو فشل الديمقراطيون في تأمين حاضنة شعبية إلى مطالب الحرية والديمقراطية عبر معناها أن التوانسة ولوا يقارنوا بزمن الدكتاتورية، لكن أخي المقارنة بزمن يعني الدكتاتورية هو إكلام عند التونسيين أكثر من ارتداد حقيقي على الأرض. طالما ردد قيس سعيدا ويحظى بحاضنة شعبية، معناها أيويني الحاضنة الشعبية؟ عمركم مريتوها يعني في الشارع، عمركم يعني مريتوها في الصناديق. التوانسة يتألمون، نعم، يدفعون أثمان غالية يعني تقريبا من معناها حياتهم يعني في اليوم يعيشوا يعني الجحيم، لكن عيشهم إلى الجحيم لم يجعلهم يكفرون يعني بالحرية وهذا الأمر. تقول لي إيش دليلك؟ أقول لك دليلي أنهم لم ينخرطوا في مشروع جاء يبشر بيعني سحق الحريات والديمقراطية والسياسيين معناها وهذا الأمر. يعني التونسيون لم يمكنوه من هذه الفرصة، استعمل القوة الصلبة للسطو على هذا الأمر، لكن قابله التونسيون بالتجاهل، لم ينخرطوا في مشروعه. هذا مؤشر بالنسبة لي أن التونسيون صحيح
حديثا لم يعد سياسي، رغم أنه أنا أخي محمد وأختم يعني بهذا أقول راه مغالطة أنه يقول لك التوانسة ولا الثورة هذه اجتماعية وما عشتهاش بالسياسي. مأساة التونسيون الاجتماعية جوهرها مشاكل سياسية، وخلاص التونسيين يعني وحلولهم مشاكلهم الاجتماعية جوهرها أيضا خيار يعني سياسي. طيب أستاذ لميس، سأعود معك وتبقى معنا لو سمحت حتى نرصد التفاعل مع الحدث من خلال مكالمات المشاهدين الكرام. معنا صالح من فرنسا، أهلا صالح. مساء الخير سي محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. وبيك شكرا لك سي محمد. أولا أنا نحب نقول للأخ لمين بو عزيز مشكور ونجل له كل الاحترام والتقدير، أن الشعب التونسي ما زال لحد هذا اليوم لم يدع الجرح حتى يعرفوا الناس اللي قاموا بهذا الانقلاب، لأنهم متهومين من الشعب التونسي، والشعب التونسي فاق بكل الألاعيب. أن الانقلاب السعيد لا ما هو إلا دمية في يد هؤلاء. السيد محمد الغول رئيس الأركان، الحبيب أصيف المخابرات، عبد المنعم العاتي الأمن العسكري، وأنا الفجاج بالصحة. أستاذ صالح بعد إذنك يعني أصبحنا لا نتحدث على مسألة ممكن يعني فيها تبعات ليك، وأيضا أتحفظ على ذكر أسماء قيادات عسكرية في الجيش التونسي هكذا على الهواء، واتهامهم اتهامات يعني جزاف بأنهم لهم يد فيما يحصل، مع أن تصريحات المؤسسة العسكرية بعيدة عن ذلك. على كل، أنا دعني أغلق هذا القوس ونعود إلى ذكرى الثورة بعيدا عن ذكر أسماء، وأجدد تحفظي على ما ذكرته. أستاذ صالح تفضل. شكرا، بارك الله فيك. أنا لا شكرا لك، مرسي. شكرا أستاذ صالح، وعليكم السلام. يعني ما ليس المجال حتى يعني نذكر فلان أو علان قيادات عسكرية اسمع على الهواء كنتهمها أن هي مرتف الواحد، في حين حتى فاعلين سياسيين في تونس لا يقولون هذا الكلام ولا يذكرونه، وأيضا حتى هي المؤسسة تقول أنا بعيدة عن ما يحصل في آخر الأمر. هي القائد الأعلى للقوات المسلحة في تونس هو رئيس الجمهورية، يعني واجب التحفظ على هذا ما قيل ضروري. أعود مع أستاذ لمين البوعزيزي. أستاذ لمين، نسبة المشاركة حسب إعلان الهيئة الآن هي 8.8%، وفي نفس يعني ردود الأفعال الاتحاد العام التونسي للشغل يقول أنه البلاد تعيش منعرجا خطيرا، وندعو الرئيس إلى التراجع من أجل الوحدة الوطنية. نحاول أن نربط بين الحدث وهذه الدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وذكرى انطلاق الثورة. أستاذ لمين. نعم أخي، هو أخي محمد يعني كما كنت تقول يعني تقريبا الرصد التونسيين اليوم يعني معناها مثلما هم موجودين في كل مكان، بإمكان الناس أنها تتكلم من أي مكان. يعني تقريبا لم يرصدوا، وهذا مش من باب المناكفة والله العظيم يعني أستاذ معنا، يعني لم نرى إقبالا للناس على صناديق الاقتراع لأمر وحيد أستاذ محمد، وقد الناس ما يجوبوش عليه أخي، لأني أنا يعني أتقن إلى حد ما معناها الحديث مع الناس اللي مش مأدلجين. يعني معناها أهم أمر خلاهم ما يمشوش هو احنا نترجموه بلغه وهم يترجموه بلغه اخرى. يعني يقول شكون احنا ننتخب، شكون هذم؟ يعني الناس كانوا قبل يعني يصوتون الى سياسيين، الى رايات يعني سياسيه حزبيه قادر انك تحاسبها سواليزون ثور ضدها معناها كذا، النهضه عملت الترويكا كذا، يعني تحسها جمله سياسيه بغض النظر انه الغضب من يعني مشروع او غير مشروع، اما انك تشوف فيه يعني صرخات سياسيه ضد قوى سياسيه. الناس اللي يقول لك شكون باش ننتخب، يعني السبب الرئيس في المقاطعه الى جانب انه يعني هذا انقلاب وغير معناها معترف به، لا استاذي محمد، الجانب الثاني اللي كمل عليه كما يقال حتى 10% ما فماش، هو أن من الناس قالوا من سننتخب، لأنه قتل السياسة واغتال السياسيين وتتقدم إلى الساحة
نكرات يعني حتى بمنطق لاهم يعني محل معرفة يعني في جهاتهم ولاهم رايات حزبية. قيس سعيد يحصد ما زرعه عندما قتل السياسة والسياسيين. معك أستاذ لمين. معك أستاذ لمين. عندما قتل السياسة ويعني والسياسيين الذي حدث أن الناس هجروه على اعتبار يعني معناها لمن سيصوتون، وأن تريدوا يعني تقريبا صحيح ربما يبان قدامكم في الفيسبوك إلا الظواهر الكاريكاتورية معناها، لكن الحقيقة أنه معناها كل المشهد الذي معناها يعني تقدم هو مشهد نكرة لا يعرفه التونسيون. المواطن العادي لا يعرف من تقدموا إلى الانتخابات، وهذا حصاد قتل السياسة، حصاد يعني الانقلاب حفر قبره بيده عندما قتل السياسيين. يعني ظن منه أنه يقتل يعني خصومه لكنه قتل السياسة. طيب أستاذ لمين، وأنت تتحدث عن قتل السياسة أيضا في الجزء الأول أستاذ زمين أستاذ صالح عطية تحدث عن لا ديمقراطية بلا وساط، يعني على الأحزاب وعلى فاعل سياسي مؤثر وله معالم على كل، يعني بالتالي حتى هذه الانتخابات هي البعض قال هي انتخابات بلا هوية تبحث عن هويتها، كما هي انتخابات صعيد تبحث عن الشرعية هذه انتخابات تبحث عن هوية، انتخابات من ولمن. على كل سنعود إلى التفصيل، ولكن أيضا هناك اتصالات أستاذ لمين تبقى معنا للتفاعل. معنا توفيق من تونس، مرحبا أستاذ توفيق. مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا. يمكن بالصدفة أنه لمين بو عزيز يكون في نفس اليوم متصل. المهم أنه لمين بو عزيز إلى اليوم يعيش حالة التيه، يعيش حالة التيه ويأخذ الأمور من الزاوية التي يريد. كل ما يقوله هذا كلام وهم وكلام غير صحيح وكلام لا ينقل على التونسيين. اليوم مهما كانت نسب المشاركة ضعيفة قوية، مهما كانت فتحت مع فترة جديدة، انتخابات جديدة، نوعية جديدة من الانتخابات. أول ما رصده التونسيون اليوم هو غياب التشنج وغياب كره التونسيين لبعضهم وغياب السمسرة بالثورة التي كان يسمسر بها ويتاجر بها أمثال لمين بو عزيزي. اليوم انتهى هذا الدرس وانتهت هذه المرحلة. اليوم من ذهب إلى التصويت إما أن يصوت على أشخاص يعرفهم أو لا يعرفهم. يعني اليوم وضعت القدم الأساس، وضع الأساس في انتخابات من أجل مصلحة المواطنين. صحيح أن الأقبال ضعيف، صحيح أن المترشحين نكرة، لكن ما فيات لمين بو عزيزي وهو من قبيل الضعف السياسي ونوع من الغباء البين السياسي، والأسف استعمل هذه الكلمة، هو أن التونسيين قطعوا مع هذا النظام البرلماني. من أين لك ذلك توفيق بأن التونسيين قطعوا مع هذا النظام البرلماني؟ قلت من أين لك ذلك أن التونسيين قطعوا مع هذا النظام البرلماني؟ من أين هذا الاستنتاج؟ كرها في النظام البرلماني، لأنك النظام البرلماني لأنه يجلب لهم إلا قلة الأدب والسمسرة والتجارة والابتزاز. ولمين بو عزيزي وهو يتكلم عن أن الرئيس أحلف على القرآن وأقسم على القرآن، أذكرك يا سيد الكريم أن النواب أيضا أقسموا على القرآن وأقسموا على خدمة المواطن ولم يخدموا إلا أنفسهم والزباني الذين يدورون من حولهم. يعني أنت الآن يعني توفيق لا هذا دعني يعني أتفاعل معك. أنت الآن قلت بأن النواب أقسموا على القرآن ولكن لم يخدموا إلا أنفسهم ومصالحهم وزبانيتهم، مثلهم مثل الرئيس. أنت قلت كيف الرئيس، يعني الرئيس خدم مصالحه خدم زبانيته. يا سيد محمد أنت لم تفهمني. هؤلاء يأخذون من القرآن ما يرضي هواهم. البو عزيز يتكلم عن الرئيس أقسم على القرآن، هم أيضا أقسموا على القرآن. أي هم أيضا أقسموا على القرآن. من خان الأمانة؟ طيب من خان الأمانة؟ من خان الأمانة؟ يا سيد الكريم، من حنف القسم؟ يا سيد الكريم، تفضل يا توفيق. يا أستاذ محمد، من كان الأمانة هم نواب من 2011 حتى 2019. الشعب التونسي يعرف ذلك، هم من خان الأمانة، لذلك طردهم الشعب وبعدها طردهم قيس سعيد. المهم لمين بو عزيز يبدو أنه لديه فيسبوك غير فيسبوك التونسيين، يبدو أنه عنده الفيسبوك غير فيسبوك التونسيين.
اليوم كل التونسيين خاصة فئة الشباب التي عجز البوعزيزي وجوهر بن مبارك والنهضة ونجيب الشابي على استدراجهم للتظاهر في الشوارع، هم نفسهم الذين اليوم عزفوا عن ذهاب الانتخابات. لكن المهم أن هذا الشباب وأنت تتحدث إليه في المقاهي وفي الشوارع لهم كلمة واحدة، ما دام الرئيس موجود لا يهمنا في هؤلاء. هذه الكلمة اليوم أصبحت كلمة مفتاح عند التونسيين، لا يثقون إلا في هذا الرئيس. هذه الكلمة. طيب يا توفيق، على كل أنا فقط حتى لأنك تذكرت كثير لمين وهو معنا الخطوة، لمين يمثل على الأقل تيار في تونس. أنت قلت الشعب التونسي لا يثق إلا في هذا الرئيس، الثقة الآن في مستوى 8.8% حسب صناديق الاقتراع. على كل شكر لك يا سيد الكريم. لا بعد إذنك ما نفسح المجال لغيرك للمتصلين، خذيت وقتك حتى لا أقول أن ما خليكش تتواصل معنا، بالعكس توفيق أنت اتصلت بنا في الجزء الأول وقلت لك حتى تكون المكالمة واضحة وتتصل في الجزء الثاني، مرحبا بك وفكرتك وصلت بصوت واضح. لمين كنت السماع إلى رأي من أراء توانسة لمين بوعزيزي؟ أخذنا الاتصال بلمين. من حقه أن يعبر أنه عبد، يعني إذا كان فضل. يعني أمثال المتدخل معكم يسخر من أمر أن التونسيون يختارون نوابا ويقول لك التوانسة كرهوا البرلمان ومع أنه ثقة كان في الرئيس. نعم هناك جزء من التونسيين رغم مرور 10 سنوات يصرون على العبودية الطوعية، من حقه أن يكون عبدا، لكن العبيد الذين رفضوا الحرية وعادوا إلى أسيادهم التاريخ لا يعود معناها إلى الخلف. مخاطبه الذي أسمعه ما أراد لم يكن معناها له أي مسؤولية سياسية فيما دار من 10 سنوات، لكن ما دار من 10 سنوات كان عشرية الحيوية السياسية في تونس. الجميع نعم يعني بالحريات السياسية حتى يتقيؤون ما يريدونه، لكن اليوم إيش قال منشدة الحاكم، قتلهم القوادة إلى السلطة. معناها هكا اليوم إذا كانت وانسة الكلهم يقولوا نحن كرهنا الديمقراطية ولا نثق إلا يعني في الرئيس، لم نجد خطاب توفيق هو خطاب أقلية تمارس العبودية الطوعية. من حقه أن يكون من قوادة يعني الحاكم، الديمقراطية تعطي الحق إلى الجميع، صوت القوادة مضمون في الثورة. شكرا. شكرا لك الأستاذ لمين البوعزيزي، الباحث والمحلل السياسي والناشط في فعاليات مقاومة الانقلاب في تونس، مواطن ضد الانقلاب وأيضا من أيقونات الثورة في تونس. لمين البوعزيزي كنت معنا نتحدث عن ماذا تبقى من ثورة الحرية والكرامة بعد 11 سنة من انطلاقتها في مدينة سيدي بوزيد. شكرا لك الأستاذ لمين البوعزيزي. معنا اتصال عادل من تونس، مرحبا عادل. عادل طيب إلى حين يجهز الاتصال مع عادل نعود إلى الرسائل. في المغرب عبد العالي يقول انتخابات الصعيد ما هي لمسرحية هزلية يضحك بها على شعب تونسي، وقيس سعيد يتحدى الشعب التونسي ويضحك عليهم بهذه الانتخابات وهي مسرحية هزلية. نقرأ كذلك الحاج رضوان من ليبيا، قيس سعيد أسقط الدستور وأطاح بالمؤسسات وأغرق تونس في الفوضى، أما إجابة السؤال ماذا تبقى من الثورة فجواب أن تخاذل الشعب التونسي لا يكون منها شيء، يعني بتحفظ يعني من الله أعلم كيف رأى بأن الشعب التونسي تخاذل الحاج رضوان. ويقول بأن قيس سعيد يعيد نفس الفكرة أنه أغرق تونس في الفوضى. أيضا من تونس محمد بن قردان مدينة ملحمة 2016 بن قردان يقول يجب على الهيئة الاستقالة لحفظ ماء الوجه. في آخر التصريحات الهيئة حول نسبة المشاركة 8.8%. لطفي من تونس، مرحبا لطفي. مساء الخير سيد محمد. أهلا وسهلا، مرحبا. ربما أصرب خارج الرأي خارج السرب يعني برأي الحالي، يعني حين طبعا. أقول أن قيس سعيد حين ترشح لانتخابات 2019 كان شجاعا حين تقدم ببرنامج سياسي دون أي برنامج اقتصادي أو اجتماعي،
وكانت ربما التونسيين في ذلك الوقت أو التونسيون في ذلك الوقت لم ينتبهوا إلى أن قيس سعيد همه الأساسي هو استبدال الديمقراطية التمثيلية بما يسميه بالديمقراطية القاعدية، وأحسبوا أن هذا الرئيس كان وفيا لبرنامجه وكان شجاعا مرة ثانية حين أقدم على تفعيل مشوه للفصل 80 الذي كانت تخشاه كل الأحزاب السياسية في عهد الرئيس الباجي قيس السبسي رحمه الله. وحين قام بحل البرلمان أو تعطيل أشغاله يعني كان طبيعي جدا، ربما قيل انقلاب وقيل أنه أقسم وحنث في قسمه، لكن معلوم أن الرئيس ليست لديه قاعدة شعبية أو انتخابية أو سند حزبي أن يواصل مساره إلا بهذه الطريقة بطبيعة الحال. وما يجري الآن في تونس هو حلقة من حلقات هذا المسلسل. المؤسف أن الطبقة السياسية، أن كل الأحزاب السياسية في تونس يعني ما زالت تردد فقط يعني منطق الانقلاب، ولا يوجد في الشارع التونسي من يثق لا في الرئيس ولا في المعارضة ولا في الأحزاب السياسية. والعزوف اليوم عن الانتخابات وهذه النسبة الضئيلة أو المخجلة سببها الأساسي هو أن الشعب التونسي همه في علبة كما قلت. أستاذ لطفي، فقمنا الاتصال بأستاذ لطفي على كل، هو قال أنا أغرد خارج السرب، ولكن هو وضع ما قام به سعيد في السياق الطبيعي، قال أن ما قام به شيء طبيعي وكان وفيا لما صرح به قبل الانتخابات، وضع أمر حقيقي. يعني قيس سعيد لم يقل بأنه أتى لينخرط في نفس المنظومة أو ليكون جزءا منها، قال أنه له مشكلة مع الأحزاب وله رؤية أخرى وأيضا له رؤية حتى للممارسة الديمقراطية، وعمليا إلى حد الآن هو تماهي، هناك تماهي كبير جدا بين ما قال أستاذ لطفي. نعم فضل واصل الفكرة فضل. يعني ما نعيشه في اللحظة الراهنة قلت ليس غريبا عن حلقات المسلسل الذي عشناه من انتخابات 2019 إلى حد اليوم، لكن الغريب في نهاية الأمر هو أن لا يتمثل الشعب التونسي أو أن لا تتمثل الطبقة السياسية في تونس حقيقة ما يجري. يعني وكأننا بترديد فكرة الانقلاب على المسار الديمقراطي السابق بطبيعة الحال هي التي ستغير البلاد. لكن المعلوم اليوم رغم التحشيد الذي حصل في الأشهر الفارطة في الشارع التونسي وفي المظاهرات التي ربما خرجت ضد قيس سعيد، كل هذا ليس قادر على أن يغير الوضع أو المشهد السياسي في تونس اليوم. يعني بطبيعة الحال يعني ما يجري أو استمرارية قيس سعيد على رأس السلطة مبرره الوحيد ليس قوة قيس سعيد، فقيس سعيد ليس أقوى من بن علي وليس أقوى من بورقيبة، وإنما مبرره الوحيد هو هذا الزبد السياسي الذي تمثله المعارضة أو الأحزاب السياسية بصفة عامة، والتي لا تقدر على أن تكسب ثقة الشارع التونسي أو الشعب التونسي الذي كما قلت يعني منذ قليل في نهاية الأمر أن همه الأساسي هو في معاشه اليومي. وأما تشهده تونس اليوم يعني من انهيار للمقدرة الشرائية للمواطن تجعل التونسي لا يفكر في أي شأن سياسي، ولا يفكر لا في انقلاب ولا في معارضة ولا في بديل ديمقراطي أو أي شيء من هذا القبيل. يعني فهم التونسي اليوم هو معاشه، هو إنقاذ أمعائه قبل كل شيء آخر. شكرا لك أستاذ لطفي من تونس. خالد من تونس مرحبا. طيب يبدو فقدنا الاتصال بخالد. نذهب إلى الرسائل. رسالة من تونس أيضا، لو كنت في مكاني لاستقلت وغادرت الحكم. هنا الخطاب موجه لقيس سعيد لأن لا وجود إلا لقيس في الحكم. أيضا في ذكرى الثورة آثار ومقالات واستشعار، شباب في تونس ماض حر في ركب الثوار، ما قيس سعيد إلا مغرور لطخ بالعار، الشعب سيسقطه أرضا ويكون وقودا للنار. عماد الهزاع، هذه أبيات من عماد الهزاع من اليمن، رسالة من اليمن عماد الهزاع. نقرأ كذلك في نفس الرسائل بطيب من المغرب،
سؤال بوطيب وجه سؤال لضيف الذي الدافع قيس سعيد، يقول ألا تخشون من سيناريو مصر السيسي في الحكم رغم المقاطعة وقيس سعيد على نفس العنوان، فماذا أنتم فاعلون؟ ويكتب أيضا أي حديث عن قيس سعيد لابد أن يتناول من أوصلوا إلى الكرسي، حركة النهضة، إذا الشعب التونسي بين كمشتين قيس سعيد والغنوشي. هذا رأي بوطيب من المغرب، ويضيف الله يكون في عون الشعوب العربية، الثورة العربية زاحت الأنظمة أنظمة استبداد، لكن عودتهم حركات استعباد أي طائر السامي، وبالتالي اثنين كارثة علينا. على كل هذا رأي لأبو طيب من المغرب. لطفي من تونس، تفضل سيد لطفي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا سي محمد. أهلا وسهلا، مرحبا. أحكي لك على انتخابات المهزلة فابني، والأخيان اللي قبلنا ذوما كانوا يحكيوا فابدوا يقولوا سعاد الشجاع والبرنامج الانتخابي نتاعو. السيدة اللي كان يحكي توا هذا كان تسأله تقول له في دارك لقيت شباك وحليب ولا كيلو سكر ولا دواء في الصيدلية، فابدا يقول لك ما عنديش، ولا أسعار المشطة وتجويع الشعب والفلوس المهدورة من مال الشعب في الاستفتاء وفي الاستشارة وفي الانتخابات عشرات المليارات، فهمتني؟ والعزلة الدولية اللي وصلنا ليها في قيس سعيد في الدولة التونسية، فهمتني؟ والبيانات بتاع الاتحاد الأوروبي والبيانات بتاع الهيئات الدولية كذا، والناس ما زالت تريد فاش القصيو في تونس في المخلفات بتاع الاستعمار وخلفات فرنسا، هذوما جماعة هذوما في تونس، فهمتني؟ القوادة بقايا بتاع القوادة بتاع فرنسا، والراجل تمصلهم حتى العيد الاستقلال، الحركة الوطنية في تونس أطمصها، فبدي حطها في دبوسة وسكر عليها، فبدي لا احتفال بعيد الاستقلال ولا والو، وقال لك فرنسا حماية ويبوس في الأكتاف والناس باقي تأيد فيه وتشجع وتقول لك سعيد على حق وكذا وكذا، ريت الكوارث القاسيو فيها في تونس. شكرا لك لطفي من تونس، شكرا على اتصالك. أولا لطفي ذكر مصطلح تونسي، القوات في تونس يعني الواشي يعني هذا هو المفهوم، حتى لا يتم الخلط بين ما يستعمل كدارجة في تونس وبعض معنى الكلمة في دول عربية أخرى. معنا أبو سراج من هولندا، مرحبا أبو سراج. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. تحياتي لك أستاذ محمد وتحياتي للقناة الحوار والشعب التونسي. أهلا وسهلا. أما بالنسبة لقيس سعيد، ماذا ترك قيس سعيد من مؤسسات ولم يزلها؟ أزال البرلمان وأزال الدستور وأزال كل شيء يؤدي إلى الديمقراطية، وعزن الإعلاميين وضيق على الحريات وترك التونسيون يجوعون بلا خبز وبلا دقيق وبلا السكر. قل لي بربك ماذا ترك هذا النظام للتونسيين، رغم أنه انتخبوا عليه، رغم أنه انتخب، ولكن من غفلة التونسيين، لأنهم كانوا يفضلون الأسوأ على السيء، كانوا يظنون أنه نبيل قروي أنه سيء، ولكن انتخبوا على الأسوأ. وماذا كان يعني لديه من عرض في الشعب التونسي؟ 20%. الشعب التونسي وعلى رأسهم الإسلاميين هم الذين وصلوه إلى السلطة، ولكن سبحان الله انقلب عليهم هذا المنقلب، هذا الذي لا يخجل، الذي قدم الآن للانتخابات وجاء وأتى بثمانية في المئة. هل يستحي؟ هل يستحي هذا الإنسان؟ هل يعلن استقالته؟ هل يقول لا؟ والله أبدا، لأن الديكتاتورية الشعب الديكتاتورية العربية دائما تبقى هكذا، دائما تبقى رغم عنف شعبها،
لماذا لم يخرج الشعب التونسي للشارع ويقول لهذا النظام لا وألف لا؟ عليهم أن يفعلوا عصيان المدني، أن لا يدفعون ثمان الكهرباء وثمان المياه وجميع جميع المسائل التي تؤدي إلى العصيان المدني. عليهم أن يقولوا، أن يخرجوا جميعا للشارع ويقولون ديجاز ثم ديجاز لهذا الإنسان المعتوه أبو سراج. أبو سراج على كل شكرا لمشاركتك. أنا تتحدث عن ردود الأفعال، أنا أذكر فقط بندوة صحفية لجبهة الخلاص الوطني بعد ساعة وربع تقريبا، الساعة العاشرة بتوقيت تونس، ندوة صحفية تقول أنها ستعرض فيها موقفها من مما يقع في تونس وخريطة طريق للخروج من هذه الأزمة، على كل في متابعة لتطورات التشهد تونس. أنا أعود إلى بعض الرسائل، من رسالة تقول جاء الدور على الاتحاد العام التونسي للشغل من أن يوضح موقفه الواضح من هذا الانقلاب مع أني أستبعد ذلك، يعني المراسل يستبعد أن الاتحاد العام التونسي للشغل يكون له موقف من الانقلاب. إيهاب من فلسطين، مرحبا إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مرحبا. إذا تسمح لي أتكلم قبل عن النواب السابقين وكأنهم هم سلطة تنفيذية، يعني ومنعرف أن النواب هم سلطة رقابية وتشريعية وليس سلطة تنفيذية في تشويش بينهم. تمام. ألو، معك معك، تفضل. ألو، أستمع إليك. يعني كأنها سلطة تنفيذية، هذه شغلة. الأمر الثاني، أحد الأخوة تكلم إن الشعب بس يريد العيش، يعني وهم غير حبية، يعني في كثير من الناس. سيد إيهاب، أنا بعد إذنك، بعد إذنك سيد إيهاب، الشعب يريد أن يأكل فقط، الشعب يريد أن يأكل فقط، الشعب يريد أن يأكل بالغذاء بقدر معين حتى لا يعني يرتاحوا ويظلوا يفكروا، يعني الأزمة الاقتصادية تكون مستعدة حتى الشعب يظل يعني يشتغل ليل نهار لا يفكر إلا في توفير الغذاء له، يعني تحويل إلا بالحرية، يعني تحويل الشعب إلى قطيع، تحويل الشعب إلى قطيع. النظام كامل وليس السلطة العليا كلها من الشعب وللشعب، فإذا كان هناك حرية حقيقية يعيش الشعب بخير. شكرا شكرا إيهاب من فلسطين. شكرا. أسعد من بريطانيا، مرحبا أسعد. أهلا وسهلا، تحية لجميع المشاهدين. مرحبا. والله شكرا، أنا عندي رأي بسيط كمواطن تونسي حول الانتخابات، أنا أراها أنها إهدار للمال العام. هو بعد إذنك أسعد، رأيك ليس بسيط، رأيك مهم، تفضل. إهدار للمال العام، للمال العام، المترشحون للانتخابات البرلمانية هم مترشحون من أجل الحصول على راتب شهري فقط، ليس لديهم أفكار، ليس لديهم برنامج، لا يفقهون في السياسة، لا يفهمون شيء، يعني لا يوجد شيء، ليس هناك فكر، ليس هناك نظرة مستقبلية للشعب التونسي، لا يوجد شيء، لا يوجد مصداقية. الذي يشرف على الانتخابات لا مصداقية له، البرنامج الانتخابي برمته برنامج ضعيف وهزيل جدا. الدول التي تحترم نفسها لا يسيرها شخص واحد، يسيرها مؤسسات، والمؤسسات هي التي تدور البلاد، الأحزاب السياسية، الجمعيات الوطنية. يجب أن يكون بعد اليوم حوار وطني والدعوة إلى انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية جديدة ورسم مستقبل جديد لتونس. الشعب التونسي أسعد بعد إذنك، هذه ممكن ستعلن عليه بعد قليل جبهة الخلاص الوطني، قالت ستعرف. لا يوجد حل. البلدان التي تحترم نفسها، الدول الديمقراطية، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا،
هي دول تسيرها برلمانات ويسيرها تسيرها قوانين. هناك قوانين تسير الدولة ليس شخص. أسعد إن شاء الله الشعب التونسي ربكم الأعلى. أسعد فإحنا اليوم في ذكرى انطلاق الثورة في تونس. الشعب التونسي كان يعني كانت له يعني الرصاصة الأولى، شرف الرصاصة الأولى في الربيع العربي صح التعبير. نحن فممكن تكون له أيضا شرف الرصاصة الأولى في إعادة ترتيب البيت العربي من جديد. الشعب التونسي أريد أن أشكر الشعب التونسي الذي برهناه على نضجه السياسي. جيد. المقاطعة اليوم هي رسالة قوية جدا. أنا أضع يدي في أنا في هذه النقطة أضع يدي على يدك في مسألة النضج السياسي، لأن النضج السياسي هو الذي يحمي الشعوب من الذهاب إلى العنف والخلاف. أشكرك شكرا جزيلا للشعب التونسي. شكرا لك الأسعد، شكرا لاتصالك الأسعد. معنا عبد جبار من العراق، تفضل سيد عبد جبار. أنت مساء. أهلا وسهلا، مرحبا. تحياتي لك أخي الكريم وللفريق العامل في قناة الحوار. مرحبا. عن الانتخابات المسرحية التي قام بها المنقلب، اسمح لي أن أقول يسقط حكم سعيد، شعب الخضرة ما لهم أيد. اليوم بتونس كل يسأل وين انجازك حتى نعدد؟ صارت تونس مثل الغابة وحدك بيها الظل مستأسد، تحكم تونس مثل السيسي دوره الفاشي اليوم تقلد، رحت المكروبستك تافة، هذا بوس العبد السيد، الدستور برجلك دستو انت الاقسم بيه متقيد، تقول اسلام بتونس لا ليش تفضل فكر الملحد، شعب الخضرة الباهي المسلم مذهب مالك بيه مسترشد، انت اليوم تناطح صخرة تعجز شرع الله تحيد، الله يمهل حاشا يهمل بالمرصاد الكل متمرد، يعني قون علاش تهدم فوق الناس ركان المعبد، قيس سعيد انت تحلم في قرطاج الظل مدد، حلم ابليس بجنة يخلد الها وهام قصور يشيد، حلم ابليس بجنة يخلد بالاوهام قصور يشيد، هذه الغيمة راح تعدي والكابوس الطاغي يشرد، باشر يركب بالطيارة الخضرة كل بعد تعيد، قال الشعب بعظم لسانه يسقط قيس سعيد. وشكرا جزيلا. شكرا عبد الجبار، من أجمل المداخلات التي سمعت على الأقل في طريقة التعبير عن الرأي عبد الجبار وقصيدته عن قيس، أو قصيدة عن ما يحصل في تونس. على كل شكرا لك عبد الجبار من العراق، معك ومع هذه القصيدة نختم فقرة المداخلات. نذهب بسرعة إلى مراسلي الرأي الحر. كل فقط أعتذر من بعض المتصلين لأن الوقت يعني فعلا نحن تجاوزنا الوقت، ولكن إن شاء الله في مناسبات أخرى لكم فرصة المشاركة معنا. نذهب إلى مراسلي الرأي الحر. محمد يكتب عن الانتخابات في تونس، انتخابات تونس هي مهزلة الرجل لا يهتم بأحد وهمه الوحيد نفسه، ويريد إيصال مشروع الهلامي على الواقع التونسي، هو عنده فكرة في رأسه والرجل ماض إلى هدفه ولا يهتم لأحد إلا أن يرضخ أو يرسخ فكرته في تونس. أبو محمد ويحملنا إلى مونديال قطر. أبو محمد بالمناسبة بالنسبة إلى مونديال قطر، نعم إنها أفضل نسخة في تاريخ كرة القدم
ولكن لازالت المؤامرات والخديعة مستمرة إلى يوم الناس هذا. سعيد طلحاوي، ويبقى معنا سعيد في قطر، المنتخب المغربي لقد شرفتمونا ورفعتم رؤوسنا عاليا، فقد كسبتم محبة وتعاطف العالم أجمعين، فتحية إجلال وتقدير لكم أبطال المونديال 2022. فاطمة سليمان من فلسطين، أعطيتم كل ما عندكم وربنا يوفقكم، الحمد لله رفعتم رؤوسنا، الفريق المغربي مع مدربهم راجراجي ومنهم للأحسن إن شاء الله، ومنها للأحسن إن شاء الله، أنتم أفضل فريق في المونديال على الأقل في نظرنا نحن الفلسطينيين. وجلال من تونس يعود بنا إلى انتخابات جلال في تونس. الانتخابات التونسية ماضية في تاريخها رغم قلة الكفاءات المترشحة، ورأينا بعضهم على السوشيال ميديا، الحقيقة شيء مقلق لوصول تونس إلى هذا المستوى. مع جلال نأتي لنهاية فقرتنا مراسلي الرأي الحر، وكذلك نهاية رأي الحر هذه الليلة. للتذكير يمكنكم التواصل معنا وإرسال آراءكم أو مقاطع فيديو أو صور على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. تونس في ذكرى ثورة كانت حلقتنا اليوم عن الانتخابات، عن ذكرى انطلاق الثورة في تونس. مع الثورة لازلنا في متابعة لتطورات تشهدها الساحة التونسية. كيف رأي الحرة في بقية براء مجينة؟ حتى نلتقيكم في أمان الله.